اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم معايا النهارده ايه ده. بصوا الصرصار ذكي بكذا نوع وشكل مختلف. هنعمل بقى تجربه جامده جدا جدا جدا، هنضربهم كلهم في الخلاط. واو جبت لكم 5 هم مختلفين اهو. بصوا هنا دوت واحد اللي بتاع الاشباح، والتاني بتاع فوكس فاير، والتاني باللون الاحمر، والتاني كاندي كان، وهنا هناك ايه هوكس بوكس. واو كلهم ايه صرصار ذكي سحري كمان. بص بقى في حتى الصغنون ده احنا كنا عاملينه بنفسنا، هنفتحه بقى كده. واو بصوا بقى لونه موف، شكله فعلا يجنن. الله. وبعدين هنا بقى معانا الايه الاخضر. بصوا بقى بألوان النيون شكله حلو ازاي. هنضربه بقى برضو في الخلاط. اوكي افكه بقى كده. اوكي اعمله اهو فعص فيه، شكله جامد قوي. بعدين هنا بصوا بقى الايه الابيض في الازرق برضو شكله حلو قوي. ده اسمه ايه فوكس فاير، وهنا دوت ايه اسمه هوكس بوكس. بصوا بقى لونه ايه، واو اورنج نيون، لونه برضو جميل جدا. اوكي هوكس بوكس ده. ومعانا هنا اخر واحد بقى كاندي كان ده اللي هو لونه احمر. واو برضو لونه كمان جامد جدا كده. اتفرجنا على الايه الخمسه المختلفين. هنفتح بقى دلوقتي الخلاط ونحطه بقى فيه. اوكي ونجربهم بقى كلهم مع بعض. واو اهو نجيب بقى الخلاط ونضربهم. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل لما نضرب الخمسه الصلصال الذكي دول؟ هذا بقى الوان النين اهو، قطعنا منه حتة ونحطه بقى كده. اخدنا بقى حتة من ده. هناخد بقى حتة من ده اللي هو لونه بقى مبيتي، هو اصلا صغير فبس هناخد برضو منه حتة. ده هنا الاحمر. وهنا بقى ده الاورنج. واو. وهنا بقى ده الايه الفوكس فاير. هنحطه بقى كده. كده احنا حطينا الخمسة خلاص في الخلاط، فاضل بقى دلوقتي ان احنا نضربه ونشوف ايه اللي هيحصل. اهو حطيناه بقى كده. واو بص بقى ضربت في الخلاط جامد. ايه ده الله. بصوا عاملين زي كانهم مكعبات تلج كده اهو. اضربهم بقى تاني. الله شكلهم جامد قوي. هما كده نخلطهم بقى كلهم مع بعض ونطلعهم بقى كده. بصوا عمال احاول ان انا افعصهم، جاي مفعصاهم بقى احطهم كده كلهم مع بعض. نشوف بقى ترى هيدوني لون ايه. واو بصوا بفعصهم ازاي بمنتهى السهولة. الله ده تحس ان هو بألوان الرينبو. لا صراحة لونهم يجنن. كانت تجربة حلوة قوي كده. عملنا بقى صلصال ذكي جديد بألوان تحفة جليتري كده. انا انبسطت بيه قوي وعجبتني جدا جدا جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قولي في الكومنتات رأيكم فيها. انا شايفة ان هي تجربة تجنن. هستنى بقى رأيكم في الكومنتات.
وتبقى تجربة حلوة جدا للهالوين والحفلات. اهي بصوا الالوان لونه اورنج كده مع سيمون فاتح مع بيج، ده الوانه حلو جدا وصافت قوي طري جدا. الله ده شكله فعلا حلو جدا. واو اتمنى يا صحابي يكون الفيديو فظيع ده عجبكم، التجربه الرهيبه اللي عملناها النهارده دي عجبتكم. بليز قولي لي رايكم بقى فيها في الكومنتات. بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيال الاطفال. توحشوني يا صحابي، باي باي.